هذه الأتربة والأحجار كانت بالأمس تشكل أساسات أحد الرياضات الجميلة التي هي جزء من الموروث الثقافي للمدينة. ركام الانهيار أغلق أحد الأزقة الضيقة التي تشكل ممرا أساسيا للسياح إلى بعض الفضاءات الأثرية الهامة بالمدينة كمتحف دار سي سعيد. 3:30 ديال الليل طاحت، عاد خرجوا الناس يتجاراو وداك الشيء، الحمد لله ما قبض حتى شي حد، ستر الله تعالى. وقبل الناس مالين هاد الدار هادي تيدفعوا في الشكايات وتيشكيو، او ترى راه مأذين بهذا الواد، هذا الواد الحار مأذيننا الماء ديالنا. كيفاش الواد الحار هذا قادوس هذا يدير يشرب هاد الحيوط؟ يا القديمه كلها كتشكى من هاد الشيء، كلها وبدون استثناء. الا جبنا غير جوله في الاحياء الداخليه ديالنا غتلقاو حديث ولا حرج. الحمد لله ما بعدك تحت ما تقاس الارواح، راه كاين شي حاجه، ولكن الاضرار انتم كتشوفوها واضحه قدام المرأة العظيم، وانتم كتشوفوا هاد الشيء كبير. مشكل مصير الشكايات التي يتقدم بها سكان مدينة السبعة رجال يطرح أكثر من علامة استفهام، علما بأن المدينة تتوفر على عدد كبير من البنايات القديمة والمتدهورة. حين تيتم اعتماد هذه الشكايات، هناك مكاتب دراسات مختصه اللي كتعاين هذه المنازل، بحيث انه كيتم التصنيف ديالها اما في الخانه ديال الدور اللي قابله للاصلاح، ولا في الخانه ديال الدور اللي غير قابله للاصلاح، وبالتالي تيستوجب الهدم ديالها وتعويض ولا اعانه الساكنه ديالها. للإشارة فإن عددا لا يستهان به من الرياضات المتدهورة بالمدينة العتيقة تكون محل نزاع بين الورثة، مما يؤدي إلى إغلاقها لمدة طويلة. الأمر نفسه يجعل الجيران في مواجهة مشكل في ظل غياب أي مخاطب للحد من تفشي ظاهرة التصدعات.